السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوات دهان بلكونة خشب، دهان ناري، أو المسمى العلمي له نيترو سيلولوز. تعالوا كده بقى مع بعض نشوف محتوى فيديو النهاردة، إن شاء الله يكون فيه استفادة ليكم. بالنسبة للبلكونة اللي حضراتكم شايفينها، هننفذ عليها خطوات العمل من البداية للنهاية. فلو أنت مهتم خليك معايا، وما تنساش تسجل إعجابك بالفيديو واشترك معانا في القناة لو أول مرة بتشوفنا، واعمل شير لغيرك علشان يستفاد من فيديو النهاردة. أول خطوات العمل، بستخدم معجون بلدي أو المعجون المخصص للدهانات النارية. المعجونة دي عملنا ليها فيديو سابق على القناة، المقطع ده هسيبه لك في علامة الأي فوق أو في الدايرة اللي هتظهر لك الآن. بستخدم المعجون وببدأ أسحب الخشب كامل بالمعجون، بسحب سكينتين ورا بعض مباشرة. في الخطوة دي بستخدم معجون بلو أسطر أو معجون حديد، وبستخدم معاه المصلب وببدأ أمزجهم مع بعض، وأجي على التفاصيل الكبيرة اللي موجودة في الخشب ده. استخدمنا له معجون بلدي، أما الصب ده هنستبدل المعجونة دي ونستخدم ليها معجون حديد. عملنا فيديو سابق على القناة إمتى تستخدم المعجون البلدي وإمتى تستبدله بمعجون حديد، الفيديو ده هسيبه لك في علامة الأي فوق أو في الدايرة اللي هتظهر لك الآن. المعجون الحديد بنستخدمه في التفاصيل الكبيرة اللي حضراتكم شايفينها دي. ده كده الشكل النهائي للبلكونة بالكامل بعد ما انتهينا من مراحل المعجون. بعد جفاف المعجون البلدي ومعجون الحديد، في الخطوة دي بستخدم صنفرة رقمها 100 وبضغط على المعجون لغاية ما اصفيه بالكامل بنفس الطريقة. بعد مراحل الصنفرة، في الخطوة دي بستخدم سيلر بلدي أو سيلر نيترو سيلولوز بدون مصلب، وبستخدم معاه مذيب الدهانات التنر الحار. نسب التخفيف هنا وليكن لو بستخدم كيلو من السيلر، بضيف عليه 3 كيلو من التنر وببدأ أمزجهم مع بعض بنفس الطريقة. في الخطوة دي بستخدم قطعة شاش أو قطعة قماش، أو ممكن أستخدم الفرشة أو الرولة، وأبدأ أعزل المعجون علشان نطبق مع بعض المراحل اللي بعد كده، وهي مراحل البلياستر أو البولو أسطر اللي هنشوفها مع بعض. بستخدم قطعة الشاش وبعزل طبقة أو طبقتين فقط بنفس الطريقة. بالنسبة للشيش هنا، ممكن تستخدم الفرشة او ممكن تستخدم مسدس الدهانات وتبدأ ترش بيه كده. يعني انا بوضح لك انك ممكن تستخدم الفرشة او الرولة او قطعة قماش، او تستخدم ايضا مسدس الدهانات. هسيب لك الان فيديو كامل بيشرح خطوات استخدام مسدس الدهانات على الخشب، الفيديو ده هسيبه لك في البطاقة اللي هتظهر لك الان. الوجه التاني من الشيش، بعد الجفاف السيلر بقلب مباشرة وبعد كده ارش الوجه التاني. في الخطوة دي بستخدم سيلر بولو أسطر وبستخدم معاه مذيب دهانات التنر الحار. عملنا فيديو ايضا سابق على القناة لخطوات استخدام البلياستر او البولو أسطر، الفيديو ده هسيبه لك في البطاقة اللي هتظهرك الان. جميع الفيديوهات اللي اتكلمت عليها بالنسبة للمعجون وخطوات استخدام المعجون، او ازاي تخلط المعجون، وايضا ازاي تمسك مسدس الدهانات، وايضا البولو أسطر، الفيديوهات دي كاملة هسيبها لك في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. تمام كده. ضفنا هنا على البولو أسطر مصلب بنسبة 2% لكل كيلو مخفوف. بعد جفاف السيلر، في الخطوة دي بستخدم الصنفرة وببدأ أنعم الخشب علشان ما يكونش فيه أي شوائب أو يعمل معايا رذاذ من البلياستر. بستخدم في الخطوة دي مسدس الدهانات وبرش طبقتين أو 3 طبقات ورا بعض مباشرة. تمام كده. الوجه التاني من الشيش، بقلب الشيش بعد الجفاف ب12 ساعة، وبعدين ببدأ أرش الوجه التاني طبقتين أو 3 طبقات بنفس الطريقة.
ده كده الشكل النهائي للبلو أسطر. بترك الشيش تقريبا 24 ساعة يجف، ده كده الشكل النهائي اهو بعد الجفاف. اتأكد ان البلو أسطر جف تماما، وفي الخطوة دي بستخدم صنفرة رقمها 320، وببدأ في الخطوة دي اضغط على البلو أسطر لغاية ما اطفيه، اطفي اللمعة بالكامل. يعني انا ما بضغطش نص ضغطة كده، لا انا بضغط على البلو أسطر لغاية ما اطفيه، يعني ما بيكونش فيه اي لمعة زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. ده كده الشكل النهائي للشيش اهو زي ما حضراتكم شايفين، ضغطنا على البلو أسطر لغاية ما طفينا اللمعة اللي في الباب. في الخطوة دي بستخدم فيلر او اساس دوكو نيترو سلولوز ابيض، وبضيف عليه مذيب الدهانات بنسبة 1:1، كل كيلو من الفيلر بضيف عليه كيلو واحد من التنر، وببدأ امزجهم مع بعض بنفس الطريقة. في الخطوة دي بستخدم مسدس الدهانات وبرش طبقتين او 3 طبقات. فايدة الفيلر هنا ان هو بيكشف لي اي تفاصيل موجودة في الخشب علشان يبدأ يظهر لأي عيوب موجودة، واستخدم ليها معجون نيترو سيلولوز. وايضا تأسيس للون اللي هنبدأ نشطب عليه، اللون اللي هنشطبه النهاردة ابيض لؤلؤي مستوى عالي. اللون اللي هنشطبه على البلكونة لون ابيض لؤلؤي لامع مستوى عالي جدا. فلو لسه ما سجلتش اعجابك بالفيديو يسعدني طبعا انك تسجل اعجابك، واشترك معنا في القناة لو اول مرة بتشوفنا. وزي ما وضحت لكم هسيب لكم في علامة الاي فوق خطوات استخدام مسدس الدهانات. ده كده الشكل النهائي للشيش. لو نلاحظ مع بعض هنا التفاصيل اللي اتكلمنا عليها بدأت تظهر هنا اهو، يعني فايدة الفيلر ان هو بيكشف للتفاصيل اللي حضراتكم شايفينها دي. في الخطوة دي هنستخدم معجون نيترو سلولوز. طبعا المعجونة جت غامقة شوية، فباجي هنا على التفاصيل وببدأ معجنها بنفس الطريقة. ده كده الشكل النهائي للشغل اهو بعد الجفاف. بترك المعجون تقريبا نص ساعة بس يجف، وفي الخطوة دي بستخدم نفس الصنفرة اللي استخدمتها في التصفية 320، وببدأ أضغط على الشغل لغاية ما أسوي المعجون مع الشغل بالكامل بنفس الطريقة يعني. بعد مراحل الصنفرة في الخطوة دي بستخدم فيلر المستخدم في التأسيس، وبستخدم معاه أبيض لامع دوكو، وببدأ أمزجهم مع بعض بنسبة قد إيه. هنا كل كيلو من الفيلر بضيف عليه نص كيلو من الدوكو التشطيب أو المسمى العلمي له نيترو سيلولوز، بضيف عليه مذيب دهانات قد إيه بنسبة من 1:1. هنا كل كيلو مستخدم ممزوج مع بعضه بضيف عليه 1 كيلو من التنر فقط. تمام كده. وفي الخطوة دي بستخدم مسدس الدهانات وبرش طبقتين او 3 طبقات ورا بعض لغاية ما اسطر الشغل بتاعي بالكامل. طيب احنا ليه في الخطوة دي استخدمنا الفيلر مع التشطيب، ليه ما رشناش الفيلر لوحده وبعد كده رشينا التشطيب لوحده؟ طبعا دي هتكون تكلفة اعلى ووقت اعلى ومجهود، فانا هنا بختصر الوقت مرحلتين في مرحلة واحدة، ان استخدم البطانة تستر معايا المعجون، وفي نفس الوقت استخدم الدوكو التشطيب علشان يدي معايا ملمس ناعم ويستر الخشب معايا بالكامل، لان اللون اللي هنشطبه على البلكونة دي ابيض لؤلؤي، فانا يهمني جدا ان الخشب معايا يكون ساطر زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. ده كده الشكل النهائي اهو للشيش. بعد جفاف الفيلر مع الدوجو بعد ما مزجناهم مع بعض ورشينا الخشب بالكامل، بنيجي في الخطوات النهائية. وفي الخطوة دي بنستخدم ابيض لؤلؤي من شركة تي ار، نسب التخفيف بنسبة من 1:3. هنا وليكن لو بستخدم كيلو دوكو تشطيب بضيف عليه 3 كيلو من الطينة. طيب احنا متعودين انك بتخف الدهانات النارية بنسبة من 1:1، ليه احنا هنا استخدمنا كل كيلو عليه 3 كيلو من التنر؟
طبعا انا يهمني من التشطيب فقط الصدفة اللي موجودة فيه، انا ما بستورش الخشب، لا انا محتاج الصدفة اللي موجودة في الدهان فقط، لان احنا استخدمنا اساس كتير واستخدمنا معاه فينش تشطيب ومزجناهم مع بعض، فانا هنا في مراحل التشطيب عايز الصدف فقط. تمام كده علشان الصورة تكون واضحة ليكم، كل كيلو مستخدم بضيف عليه 3 كيلو من التنر وببدأ ارش وش واتنين وتلاتة لغاية ما الصدف اللي موجود في الدهان يظهر معانا زي ما واضح مع حضراتكم كده. لو نقرب الكاميرا كده مع بعض هنلاقي الصدف بدأ يظهر معانا اهو. تمام كده، بعد جفاف الابيض اللؤلؤي في الخطوة دي بستخدم ورنيش فرن وبستخدم معاه المصلب والتنر بنسبة قد ايه طريقة التخفيف هنا، وليكن لو هستخدم الورنيش بنسبة 100% بضيف عليه المصلب بنسبة 50% والتنر بنسبة 30%. عملنا فيديو سابق على القناة ازاي تخف ورنيش الفرن، الفيديو ده هسيبه لك كامل في صندوق الوصف. زي ما حضراتكم شايفين رشينا طبقة وطبقتين لغاية ما حصلنا على الجمال اللي حضراتكم شايفينه ده، يعني صدفة الأبيض اللؤلؤي عالية جدا مع تثبيت الورنيش الفرن، اللون ده على المدى الطويل مش هيصفر معانا ولا هيكون معرض لعوامل الجو الخارجية. أتمنى أكون أفدتك من خلال الفيديو النهاردة، ما تنساش تسجل إعجابك بالفيديو واشترك معانا في القناة لو أول مرة بتشوفنا. دعوتكم لينا بالتوفيق، اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والآخرة. ما تنساش تصلي على رسول الله في تعليق، خلينا يجعلها أكبر صلاة لسيدنا محمد في هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.